لم ينعم الجيل الجديد وربما لم يصدق حكايات وأشعار نظمها الشعراء سابقاً عن نهر بردة، لكنهم اليوم وبمبادرة وطنية تطوعية اجتمعوا للتغيير بهدف رسم صورة جديدة لأحد رموز مدينة دمشق ولغسل التعب عن نهر بردة الذي أثقلت حركته كثرة النفايات. عشرات من الشباب السوري اجتمعوا منذ ساعات الصباح الباكر متخذين من مدخل باب توما نقطة انطلاق وصولاً لباب السلام بطول كيلومتر. كلياتنا شايفين اللي عم يصير بنهر بردة وكلياتنا حاسين بتعب اللي عم يعاني منه فعلا، لهيك اجت فكرة لنغسل التعب عن بردة بهاي اليوم وبهاي المناسبة. أعلننا عن الحملة وبلشنا نتلقى يعني الرغبات المشاركة من كل الفرق. الحمد لله في عنا عدد كتير منيح من المتطوعين وفي عنا عدد من المتطوعين الفرديين، وهي الحالات اللي تفاجأنا فيها والكتير حلوة، يعني كنا متوقعينها وبنفس الوقت خايفين ما نلاقيها، بس الحقيقة لقيناها على الأرض. كلياتنا مع بعض رح نشتغل لحتى نكمل بعضنا، وجايين لحتى نعمل شيء كتير كتير هيك يعني اللي احنا من زمان بحاجته. أنا بقول أنه تنظيف نهر بردة اليوم هو حاجة مجتمعية تعتبر ذات أولوية، بكفي تعب بردة. جايين لحنا شوي لحتى كمان نحفز القطاع العام حتى يبادر بعد هاي الخطوة بتنظيف هذا النهر، وخلينا نقول كمان دعمه أكثر من هيك. بردة عتبان وتعبان وفي زعل وفي حزن، ولكن إن شاء الله بسواعد الكل وبمشاركة الكل وبمحبة الكل اليوم جايين لنوجه رسالة مثل أي رسالة بيوجهوها السوريين بكل مكان وبكل لحظة وبكل وقت، إنه نحن باقيين صامدين، محبين، صانعين حضارات، نحن مصدرين حضارات. اليوم نحن اجتمعنا مع 30 تقريبا فريق، وإضافة للشركات اللي كانت مساعدة لنا. هدفنا اليوم إنه نرجع الروح لبردة، نرجع نرجع نظافة إلى، نرجع نعكس صورتنا الحقيقية للنهر. المناطق هي أقدم أحياء بسوريا كلياتها، وهالمكان هذا له خصوصية خاصة. إذا كنا نحن بدينا بهالمبادرة الطيبة واللي نقاها الموقع يعني موفق فيه، معناته هذا دليل على حضارتنا، دليل على إنسانيتنا، دليل على إنه نحن شعب متحضر متفهم متطور، يعني رغم الأزمة مثل ما بتعرفي أنت. الحمد لله هالشباب كلياتهم أجوا هون بملء إرادتهم مثل ما شايفه، وكلهم متطوعين. رسالتنا انه نهر بردة هو نهر يعني بيرمز للشام وبيرمز لأهالي دمشق كلياتهم، فلا لازم نرجعه مثل ما كان، يعني كان يعني مقصد لكل الشعراء، فهلا لازم يرجع هيك نهر بردة مثل ما كان ان شاء الله. حبينا كمان يكون لنا دور بهي الفعالية ويعني ونساهم، بس أطفالنا حبوا يعزفوا يقدموا مع مقطوعات يعني مقطوعات غنائية من عزفهم للمتطوعين اللي عم ينطفوا النهر. جهود تطوعية بمشاركة عشرات الشباب السوري بغية إزالة سنين من الإهمال وإزالة التعب عن نهر بردة، فسلام من صبا بردة أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. من منطقة باب توما للإخبارية السورية نرمين عمار.